لكن في المقابل تغيب بعض العناصر عن تشكيلة نادي الغرافة بداعي الإصابة. لعل الأبرز هو نبيل معلول. نعم نبيل معلول جاء من المونديال مع تونس واستلم زمام الأمور، وهنا محاولة خطيرة مع البداية لنادي دحيل، لكن حارس المرمى الدولي الشاب يوسف حسن يتألق. المحاولة لازالت خطرة ليوسف حسن الذي يتصدى لمحاولة ماضية، وهنا محاولة أخرى المهدي علي، لكن الأسماء اللي موجودة يعرفها الوسط الرياضي القطري بطبيعة الحال، ويعرفها أيضا جمهور الغرافة الذي يبدو أنه غائبا عن هذه المباراة للسيد الفرنسي كريستيان غوركوف. هو مدرس رياضيات ويعرف الحسبة عدل، وهنا محاولة خطيرة خطيرة الدحيل، لا زالت المحاولة مرة أخرى ولكن إلى خارج أرضية الملعب. فايس يحاول، اللاعب السلوفاكي الذي يعرف الدحيل جيدا، لعب معهم 3 سنوات سابقة وتألق معهم وسجل معهم وعمل كل شيء. أدملشون يوسف العربي، جول 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 يا حبيبي، خطيرة، الله الله الله، جول يأتي للطوفان. لكن والله ما قصرت، يوسف حسن يتألق ويبدع الأولى، لكنه اصطدم بالكبير، اصطدم بالعربي، اصطدم بالهداف. لاعبي نادي الغرافة على حامل الكرة، وهنا محاولة خطيرة، ركلة جزاء تأتي لمهدي طارمي الإيراني. شوف محمد موسى، فلاديمير فايس على التنفيذ، وكلود أمين في الحراسة، والغرافة يعود يا سادة. نعم الغرافة يعود مرة أخرى إلى أجواء المباراة عن طريق اللاعب فلاديمير فايس، ويسجل من نقطة جزاء الهدف، هدف التعادل، مع حضور جماهيري بسيط جدا من جماهير نادي الغرافة في ملعب المباراة. شوف معاي اللي تابع يحاول يستمر بالضغط، لا ييأس على الأطلاق مثل هذا الرجل الذي حاول في لقطة جميلة. نسبة الرطوبة مرتفعة جدا ويتخذ قرار في جزء من الثانية، علينا أن 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 نتحملهم، لكن نام المخرج يعطينا نام، فبالتالي نام هو اللي على الوضع. نقلت الكرة وخرجت إلى خارج أرضية الملعب، ووصلت بعد ذلك إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى، تنقل ولكن عادت في وسط أرضية الملعب لمصلحة نادي دحيل. راح فايس، راح لحكم المباراة. هنا مشكلة كبيرة الآن. شوف معاي، ما أعرف مراد ناجي عنده بطاقة صفراء، ما عنده بطاقة صفراء مراد ناجي، لكن حكم المباراة ماذا يقول؟ هو منفرد، هو لو راح ترى، يعني للأمانة شوف معاي، لو راح فلاديمير فايس راح تكون خطيرة جدا، لكن سلمان الفلاحي ماذا سيتخذ الآن من القرارات في حق مراد ناجي؟ راح إلى المساعد غير اللي تابعناه مع بعض. سلمان الفلاحي يظهر الآن ويظهر البطاقة ربما الحمراء، حط يده وراء. نعم بطاقة حمراء لمراد ناجي، حقيقة وإحقاق للحق. أنت تتكلم إحقاق للحق عندما ننظر إلى اللقطة الماضية، لو راح فايس انفرد في الجول وبالتالي القرار بهذا الشكل. شوف معاي خلاص ما في مدافع وراء، وهو رايح أوردي، لو استلم الأمور كانت الدنيا هوايل، ممكن يعمل الهوايل. فلاديمير فايس اتخذ القرار وعرقل فايس وطرد بالحمراء، وهذه هي البطاقة الحمراء. عزيزي المتابع، الرجل الذي سجل هدفا وحيدا تكلم هنا عن اليهري، وهنا محاولة لكن إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة كادت أن تكون على الموعد لكن ما مر. شوف معاي اللقطة الماضية، استلام مرر كرة، تقدم الآن، لكن ربما في راية وتسلل، أقول ربما في راية وتسلل على اللاعب. أنت وينك النقلة خطيرة، الله
الله على اللقطة وعلى المرور وعلى التقدم، لكن الأخيرة ما كانت مثالية. النهاية ليس، لكن نريد أن يعيد بريقة ويعيد مستوى رائع، مرور جميل يا أخي. أدميلسون يخرب بيت كرة القدم، خطيرة يا حبيبي يا حبيبي على أدميلسون. ماذا يفعل اللاعب أدميلسون البرازيلي؟ عيدها يا مخرج من البداية. يوسف حسن يريد أن يتصدى، ويوسف العربي يحاول، يا الله، جول لأدحيل وهم ناقصين، يسجلون من المناطق الفنية. وفي المستطيل الأخضر إدحيل يتقدم على الغرافة بهدفين مقابل لا شيء، مقابل هدف واحد. عبيد جمعة وعبد العزيز حسن، وأهلا بكم مشاهدي ومتابعي قنوات الكأس الرياضية. بغداد بونجاح وصل إلى الهدف رقم 13، الهدف رقم 13 بعد هدفين سجلهم اليوم في مباراتهم ضد الرياض. وهنا ركلة جزاء، حكم المباراة ماذا يقول؟ 3 ركلات جزاء، 2 سجلت، والآن طارمي على التنفيذ، ويأتي هدفا ثانيا للغرافة، والعودة مرة أخرى لنادي الغرافة. أدميلسون خطيرة خطيرة، نامتايهي خطيرة، لعبهم لعبهم لعبهم، ولكن يا سلام يا يوسف يا حسن، وأجمل لمحة سابقة لأدميلسون، لكن ما أكملت الماضية. هنا الطارمي يبدأ بهجوم، مهدي طارمي خطيرة، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. إيش يا أبو عبد الفتاح؟ إيش يا سراج؟ الكرة ما تضيع. شوف طارمي، تقدم مهدي ونقل الكرة بهذا الشكل، لكن شوف معاي. في الأسبوع الثالث وقطر والخور في هذه الجولة تعادلوا سلبيا، والآن التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين لأول مرة. هنا محاولة خطيرة، ولكن العارضة العارضة تتصدى لكرة يوسف العربي وتقف مع الضيوف في اللقطة الماضية، وقفت بوجه، يحاول المرور، لاعب ممكن يمر، مقلها إلى سراج، وسراج يصوب، ولكن الكرة في أحضان حارس المرمى عمره 19 سنة. أنت تتكلم عن لاعبين شبان، لاعبين يتواجدون للمرة الأولى. هنا محاولة الإبعاد من يوسف مفتاح، عادت إلى نامتايهي. نام وين نام وينه اليوم؟ نايم. الله 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 الله، هذا عمره ما نام، هذا ما نام، عمره ما نام. يا الله على كرة القدم، يا روعة كرة القدم، يا إبداعات كرة القدم. أنت تقول نام نام، يصحى لك على طول. فايس ينطلق الآن في ظل عودة الآن حمراء واضحة في اللقطة الماضية، فلاديمير فايس، ولكن كريستيان، وهنا مؤيد الله 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 على اللعبة، والله على الاستلام. مؤيد حسن كاد وانتصر على السيلية، ولكن أيضا الكرة إلى خارج الملعب. انتحار جماعي، انتحار جماعي. شوف معي، شوف شوف، راحوا راحوا كلهم. ركلة حرة الآن لمصلحة الدحيل، تنقل الأمام يوسف العربي، لو سجل أنهى الأمور. يوسف العربي يمر مر خطيرة، خلاص 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 يا سادة. الدحيل يسجل الرابع عن طريق نامتايهي على الغرافة. أم أتوقع بأن، نعم الظروف صعبة خطيرة، ولكن أيضا كلود أمين يتصدى في إبعاد الكرة الماضية مرة أخرى. انت من عام 2011 ترى بالمناسبة، ما 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 ركلة جزاء، ركلة جزاء، وعبد الله محمد موسى على التنفيذ والكرة اللعب، ويا سلام. لا مو بيوم الخماسيات، مو بيوم الخماسيات، مو بيوم الخماسيات. هي 5 وحيدة لنادي السد في هذه المباراة، لأن يوسف حسن يتصدى، قاعد تشتغل صح
الفلوس مش كل شيء مادي، مش كل شيء مادي يوم الخماسيات، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. استشيرة يقول لك مثل عند 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 الشيبان قبل، يقول لك ما خاب من استشار، ما خاب من استشار. والوضع أكيد ينطبق على كل أنديتنا القطرية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، سلماني فلاحي.